بنرجع لحضراتكم اعزائي المشاهدين في تاني فقراتنا الحواريه، بنتكلم عن مفهوم مهم جدا في الزراعه، وهو يعني مفهوم البيوتكنولوجي. يعني ايه البيوتكنولوجي؟ البيوتكنولوجي دي مجموعه من العلوم، احد فروعها الهندسه الوراثيه. المفهوم ده النهارده غير كتير جدا في شكل الزراعه الحديثه. هو مفهوم طبعا في دول كتير احرزت تقدم كبير جدا باستخدامها للبيوتكنولوجي في موضوع الزراعه. عايزين نقول ان اصبحت المنافسة شرسة، لا تعتمد فقط على خصوبة التربة والمية زي زمان. يمكن زمان كانت يقول لك مصر يعني هي بلد خصبة جدا، طمي النيل ومية النيل يبقى احنا كده احسن دولة في الزراعة. لا، النهاردة الزراعة بقى فيها تكنولوجيات كتير، بقى فيها علوم كتير، خلت الصحراء اكبر منافس للاراضي السوداء الخصبة، خلت دول ظروفها المناخية سيئة جدا من اشرس المنافسين لنا في الاسواق العالمية، غيرت مفهوم الزراعة كله. بيسعدني يكون معايا دكتور اسلام حب الدين، الخبير الزراعي والباحث في مجال البيوتكنولوجي. دكتور اسلام، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك، منور حضرتك وتحيا الساده المشاهدين كلهم. اهلا وسهلا بيك. ايه بقى البيوتكنولوجي ده؟ البيوتكنولوجي ده هو عباره عن علم، وفي بعض العلماء قالوا ان هو اتس ان ارت، هو فن بيستخدم فيه تقنيات. التقنيه دي بيستخدم فيها الكائنات الحيه، كل ما هو كان حي زي البكتيريا زي الفطر زي الطحلب، لانتاج ان انا اخدها خلف عمليه تصنيع او اخد جزء منه عشان انتج حاجه مفيده للانسان، منتجات مفيده للانسان. ده بشكل عام. يمكن بدا بشكل تقليدي من اكتر من 6000 سنه في انتاج في تخمرات في صناعه الجبن، ولكن الثوره الحقيقيه في البايوتكنولوجي بدات بعد اكتشاف الدي ان ايه اللي هو اكتشفه واتسون وكريك في منتصف القرن الماضي. بدات فعلا العلوم مفهومها يتغير، التكنولوجيات واستخدامها بدا مفهومها يتغير، بدا يشوف منظور النبات ومنظور الحيوان وكل كائنات الحياه، الفطر والبكتيريا والطحلب وغيرها، كلها الحياه اشوفها بشكل مختلف. بدا الموضوع ينتشر اكثر ويزداد ضراوه لما اعلن بيل كلينتون عن الانتهاء من الجينوم البشري في 2003، وبدات تكنولوجيا الخرائط الوراثيه الجين مابينج والتفريد الجينومي وكل ما يتعلق بالصبغيات او الكروموسومات وما يحمل عليها من جينات او من هندسه او من جينات وراثيه. كل جينات هي اللي بتحمل الصفات الوراثيه اللي بتتنقل من جيل لجيل تاني. مجالات البايوتكنولوجي في تكنولوجيا التخمرات، بايرو اكتورز بتنتج كميات كبيره جدا من الخميره، داخل في زراعه الانسجه. واحدة من أهم التقنيات البيوتكنولوجي هي الهندسة الوراثية، وطبعا الديبيت أو الجدل الكبير اللي داير في الهندسة الوراثية ما لها وما عليها. في ناس تقول لك في مشاكل من النبات المهندس الوراثي أو الترانسجينيك بلانت، في ناس تقول لا الترانسجينيك بلانت ده عمل طفرة كبيرة جدا. ده اللي هنتكلم فيه جزء كبير من النهاردة. لكن بيوتكنولوجي هو كلمة مقسمة مكونه من شقين، بايو وتعني حيوي او حياه، وتكنولوجي وتعني التقنيات. فهو عباره عن تطبيق العلوم او التقنيات الحديثه او التكنولوجيا الحديثه في الحياه. جميل جدا. يعني ببساطه هو علم كل ما له علاقه بالمواصفات الوراثيه للكائن الحي، سواء كان نبات او حيوان، ويمكن في تطبيقات كمان على الانسان النهارده وابتدينا نستفيد منها. جميل جدا. طيب يعني ما هي مجالات البيوتكنولوجي في مجال الزراعه تحديدا؟ يعني اكيد له تفريعات، وفي مجال الثروه الحيوانيه له تفريعات، وفي مجال الـ الانسان او العلوم اللي لها علاقه بالطب وما الى ذلك له فروع. عايزين نفهم اهم الفروع في النبات، اهم الفروع في الحيوان، اهم الفروع في الانسان. طيب البيوتكنولوجي زي ما حضرتك فعلا بتقول ان هو داخل فيه علوم كتير، منها علوم الطب، انتاج الفاكسينات، منها داخل في بيقسموها بقى في ريد بايوتكنولوجي اللي هي البايوتكنولوجي الحمراء او اللي هي الخاصه بعمليه التصنيع، وفي اللي هي عمليه التصنيع في الادويه يعني في الطب، وفي الجرين بايوتكنولوجي اللي هي خاصه بالنباتات، خاصه بالزراعه. يعني الريد خاصه بالادويه والجرين خاصه بالنباتات. كويس. وفي البلو اللي هي خاصه بعمليه انتاج او تطوير او تحسين الاسماك وكل منتجات البحار. ديت البلو. في الوايت اللي هي خاصه بمجالات التصنيع عموما، البايركتورز وخلافه. دول اربع اقسام الكبار.
اللي طبعا بيهمنا احنا كناس زراعيين ان احنا بنهتم الجرين بقى احنا الجرين مركزين في الجرين احنا مركزين في الجرين. في الجرين انا دايما بيبقى عندي لحد قبل اكتشاف الدي ان ايه الشكل الحلزوني احنا هنتكلم عنه بشكل مفصل شويه قدام. قبل اكتشافه كانت كل طرق زراعه طرق تقليديه بمعنى انه علشان احصل على صنف او هجين جديد بجيب صنف قوي في صفه وصنف اخر قوي في صفه وبحب انقل عايز صنف ثالث هجين ما بين الاثنين في الصفه دي وفي الصفه دي. مش دي اللي اخذناها في ثانوي بتاعت مندل اللي هي بتاعت مندل بتاعت بالزبط. مندل بتاعت البسله بقى بالظبط هي صح مندل بتاع البسله انا لسه فاكر كويس دي كانت الطريقه التقليديه علشان اوصل لهجين ان انا ازوج يعني نبات ذو مواصفات لنبات ذو مواصفات اخرى فيطلع لنا مواصفات جديده بالظبط عن طريق التزوج الطبيعي بدون اي لعب بدون خالص اي حاجه طب الكلام ده كان بياخد تقريبا برنامج عشان اطلع ببرنامج تربيه كويس كده ياخد لي من 7 لـ9 سنين كويس. وكنت بقى بليه بقى انا بحط صفه وبشوف الصفه دي سائده ولا متنحيه ووصلت واشتغلت ولا ما اشتغلتش وبعدين الصفه الثانيه والصفه الثالثه وهكذا. مع انطلاقه ثوره الدي ان ايه وبقى في حاجه اسمها الجي مابنج او خرائط الجينيه او خرائط او جينيتك ماب او الخرائط الوراثيه دي بدات حاجه بالظبط يعني نشبهها او نبسطها للساده المشاهدين انه واحد رايح في مكان عشان اوصفه له لازم يكون راحه قبل كده عشان اوصفه له بالظبط لازم يكون راحه قبل كده او انا رحته قبل كده عشان اوصفه له او طريقه تانية ان انا يبقى عندي خريطه للمكان ودي اسهل فتختصر بدل ما اروح المشوار عشان اوصفه له لا انا اقوله على الخريطه المكان اهو فنفس الكلام بالظبط انا كنت بنقل صفات الاول مش معروف ايه هي الصفات ايه هي الجينات المسؤوله عن هذا الصفات بعد اجرب واشوف مين الصفه اللي واقعد انتخب ونحي المتنحي واخد السائد لا دلوقتي بقت الخريطه الجينيه بقى في رسم كروموزومي كامل بيبين لي ايه هي الجينات المسؤوله عن الصفه كذا او مجموعه الجينات لان ممكن يبقى جين واحد او مجموعه من الجينات هي المسؤوله عن الصفه دي وبالتالي انا بحدد هذه الصفه وابدا اتعامل معها اشتغل عليها اما انا انشطه فاعمل اكتيفيشن يعني اشغل الجين بمعدلات اسرع او اصبطه لو هو بيعمل له مشكله او انقله من نبات لنبات وده بيسموه النقل الداخلي انقله من نبات لنبات او انقله من مملكه لمملكه ثانيه من بكتيريا لنبات من طحلب لنبات وهكذا ايوه ودي اشهرها بقى كل المنظومه دي بتعمل ليه بعملها علشان ازود في الاخر الانتاجيه طب الناس لجأت للقصه دي ليه كان عندي محصول مثلا زي المعروف البطاطس مثلا اكبر حاجه نسبه فيها هي النشا والرز فيه نشا بس النسبه اقل فجم المعهد العلماء في المعهد القومي الياباني للموارد التكنولوجيه عملوا ايه عملوا حاجه لذيذه خالص حددوا الجينات المسؤوله عن الفوتوسينثيز التمثيل الضوئي اللي هو بي 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 بيركز الكلوروفيل في الورقه وبالتالي بنسمى يصبوا في الدرنه وبعد ما حددوا هذه مجموعه هذه الجينات نقلوها من البطاطس الى الرز فاصبح عندي رز ترانسوجينيك زادت انتاجيته 30% في اول انتاج واصبح نسبه النشا اللي موجوده في الرز اعلى بكتير جدا من الرز التقليدي مش بس كده فلما التانيين في المجر احنا عارفين ان دايما لازم البايوتكنولوجي بيدخل عشان يحل مشكله ما ويحلها بشكل غير تقليدي في اسرع وقت باقل مجهود واقل تكلفه انا ممكن اعمل نفس احل نفس المشكله بطرق تقليديه بس اخد وقت طويل جدا واخد تكلفه عاليه جدا وابذل مجهود كبير جدا لا بالبايوتكنولوجي انا باخد باسرع وقت وباقل تكلفه ومجهود اقل فالمشكله فين انه احنا عندنا معظم التربه احنا عندنا حاجه اسمها بي اتش التربه او حموضه التربه ايوه احنا في مصر مثلا القلويه احنا التربه في مصر تربه قلويه قلويه صحيح بتميل للقلويه الشكل الامثل للتربه اللي معظم النباتات او معظم المحاصيل هي من 6 لـ7.5 في الرينج ده لما يكون عندك تربه قلويه انا عندي عايز احل المشكله دي بان انا اقلل قلويه التربه دي احولها الى نسبيا الى اقل اروح بيها للتعادل او للحمضيه او التعادل اللي بيعمل القصه دي حمض السيتريك اسيد العلماء بتوع المجر دول اكتشفوا جين المسؤول طبعا دايما انا برضو ببساطه الجين ده بيحصل له حاجه اسمها نسخ وبعدين ترجمه يبقى بروتين فالبروتين هو الحاله الوظيفيه للجين مظبوط لكن الجين هو اللي شايل الصفه صحيح الحمض السيتريك اسيد ده هو صوره من هو انكودنج جاي من 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 جين ما فهم بحثوا عن الجين ده وخدوا الجين ده وخليه يتركز في الجذر اكتر على القنصوه بتاعه الجذر وبالتالي يبقى تركيز حمض السيتريك او السيتريك اسيد مرتفع يبقى مرتفع يبقى حل مشكله قلويه التربه بالظبط كده يعني يوصل له تربه للتعادل او للحمضيه ده بيعمل ايه بقى ده بيسهل امتصاص بي اتش ده لما يبقى في حاله تعادل بيسهل امتصاص العناصر كلها من التربه يعني ممكن العنصر يبقى موجود والنبات مش هيستفيد منه صحيح انا اتصرف ازاي
انا عايز اوصل النبات انه يبقى العنصر نفسه في صوره ميسره. السيتريك اسيد بيعمل كده. واحده من اهم برضو التقنيات الثانيه او واحده من اهم الطفرات العلميه اللي حصلت ان النيتروجين موجود في الجو بنسبه 80%. في الازوت ده موجود في الجو بنسبه 80%. ولكن عندي مشكله في تثبيته. طيب قبل دي لازم نقول نقطه ان النبات بيحتاج 16 عنصر مظبوط؟ مظبوط. 92% من الكميه اللي محتاجها من العناصر دي بياخدها من ثلاث عناصر انا ما بتدخلش فيهم انا كانسان خالص. الاكسجين والكربون والهيدروجين 92%. صحيح. انا كل شغلي كمزارع او كمستثمر بيتعامل في 8% دول. 2% منهم نيتروجين بس. طيب لما يكون الازوت اللي موجود في الجو 80% وانا مش عارف استفيد منه لانه موجود في صوره غازيه لكن النبات بيستفيد منه في صوره امونيا. طيب انا عشان احوله من صوره غاز من صوره غازيه دي لصوره الامونيا يستفيد منها النبات، لقوا ان في حاجه اسمها عقد جذريه. العقد الجذريه دي بيتكونها بكتيريا اسمها بكتيريا العقد الجذريه زي اللي موجوده في الفول. هي دي بالظبط هي دي بالظبط هي اللي موجوده هي اللي موجوده في الفول. بكتيريا العقد الجذريه دي بتقوم بتثبيت الازوت الجوي وتحول من صوره غازيه لصوره سائله بالظبط لصوره امونيا يقدر يستفيد منها يمتصها النبات. يمتصها النبات. يعني كان النبات بياخد السماد بتاعه من الهواء بالزبط. ياخد النيتروجين اللي في الهواء يحوله الازوت يطلع جوه النبات. ده يجي ازاي بقى؟ بالوسيط اللي بيعمل عمليه التكافل دي هي البكتيريا. فهم بيفضلوا بقى مجموعه بقى مش باحث دايما العالم بيتعامل بمجموعه علماء من كذا معمل. ففي علماء في كندا وفي مركز في المجر ومركز في مواسل الاتحاد الاوروبي اشتغلوا كلهم على البكتيريا عشان يوصلوا للجينز المسؤوله عن تثبيت الازوت تحويله من صوره غازيه لامونيا وفعلا حددوا هذا الجين ونقلوه للبلانت وزودوا كمان كميه البكتيريا دي وبالتالي كميه العقد الجذريه اللي بتقوم بتثبيت الازوت مش بس يبقى في البقوليات لا يبقى في محاصيل تاني. وده اجل يعني انا عايز اديكم ملخص الـ الكلام الكتير اللي احنا قلناه. كان الاول موضوع انتخاب الصفات مبني ايه زي ما انت عندك قطه سودا وقطه بيضه عينها زرقاء. انا المهمتي في الاخر ان انا عايز قطه بيضاء عينيها زرقاء ببتدي اجوز القطه البيضاء للقطه السوداء فيخلفوا ثلاث قطط بيض وثلاث قطط سود وثلاث قطط ملونين ابيض في اسود فباخد الابيض ثاني واجوزه لبعضه ثاني وافضل في هذه العمليه اللي كانت بتاخد تقريبا 9 سنين زي ما حضرتك بتقول عشان اوصل في الاخر ان انا انتج سرب من القطط بيضاء وعينيها زرقاء بفضل اجوز كتير واقعد انتخب من الاصناف. ده كان بياخد وقته كان بياخد مجهود. لا احنا وصلنا بقى دلوقتي في علوم البيوتكنولوجي ان انا اعرف الجين المسؤول عن اللون بتاع البشره ولون العين فبشتغل على الجين ده تحديدا اخده انقله لاي جنين يطلع لي ابيض فازرق على طول او باخد الصفه اللي انا عايزها على طول. الموضوع ده اشتغلنا بيه في الابقار الحلابه مثلا كان في بقره واحده مثلا من 20 30 بقره هي اللي بتنتج 25 كيلو ابتديت اخد الجين المسؤول عن انتاج الحليب تحديدا انقله لمجموعه من الابقار فبقوا عندي سرب مثلا من الابقار اللي اقدر اخد منها كميات كبيره من الحليب. قيسوا على ذلك بقى في النبات قيسوا على ذلك في الحيوان قيسوا على ذلك في الانسان. الدكتور اتكلم في موضوع مهم جدا في العقد البكتيريه اللي هي بتحول النيتروجين الجوي الى ازوت فبالتالي انا بدل ما احط سماد ازوتي اروح اشتريه وارميه في التربه وازود ملوحه التربه واعمل مشاكل. كان في حاجه ربنا حب بها الفول مثلا العقد البكتيريه اللي موجوده في الفول ودي كانت حاجه مميزه للبقوليات انها الوحيده اللي بتقدر تاخد النيتروجين تحوله لازوت فكانت بتوفر في الاسمده. ابتدينا ناخد هذه البكتيريا ننقلها لبعض المحاصيل الاخرى وبالتالي بدل ما استهلك ازوت على شكل اسمده بدفع فيها فلوس كتير بتزود ملوحه التربه وبتعمل لي مشاكل انقلها لمجموعه مختلفه من المحاصيل. البكتيريا اللي كانت موجوده في الفول فقط بقت موجوده في مجموعه كبيره من المحاصيل يبقى انا حسنت الخواص. وزي ما كان بيقول برضو الدكتور ضرب مثال مهم جدا في موضوع الرز والبطاطس دوروا على الجين المسؤول عن النشا تحديدا في البطاطس ونقلوه للرز الرز نسبه النشا فيه زادت وبالتالي خواصه زادت او تحسنت. طيب هذا يعني كل اللي احنا بنقوله ده يصنف من الفوائد. هنرجع لقضية مهمة جدا بين مدافع ومحارب للبيوتكنولوجيا او للهندسة الوراثية بشتى اشكالها. هنقول ان في ما لها وما عليها خصوصا في مؤشر مهم قوي عايز اتكلم عنه. امريكا بتنتج نوع من انواع الذرة الصفراء المهندس وراثية دول العالم كلها اجمعت ان هو ما فيهوش مشاكل وبتستهلكه. أمريكا اللي بتصنع هذا النوع لا تستخدم هذه الذرة الصفراء رغم أنها من أكبر منتجينها. عايزين نعرف منك الحقيقة وأنا متأكد طبعا أن أنت عالم مصري هتقول لنا الحقيقة وهتقول للسادة المشاهدين
الهندسه الوراثيه ما لها وما عليها، ايه المنتج اللي اشتريه واعرف ان هو مهندس وراثيا وانا ما عنديش مشاكل، وايه المنتج المهندس وراثيا اللي ابعد عنه ما اجيش جنبه؟ طيب قبل ما نقول الحته دي لازم نقول حته مهمه جدا. هو يعني ايه هندسه وراثيه؟ هندسه وراثيه يعني انا بتعامل على مفهوم الجين، بتعامل على مفهوم البروتين فيما يسمى بالجينوميك او البروتيوميك. قبل ما نقول دي لازم نبقى عارفين، والساده المشاهدين لازم يكونوا عارفين سلسله مهمه جدا. احنا انا وحضرتك والساده المشاهدين اجسامنا مكونه من انسجه ثم اعضاء ثم انسجه، والانسجه دي فيها خلايا، والخليه دي جواها عضيات كتير جدا منها النواه. صحيح. النواه دي فيها حاجه اسمها الكروموسومات، الكروموسومات دي عليها ما يسمى بالجينات. شوف حركه الدقه ماشيه ازاي. اكبر حجم الانسان فيه حوالي 200 مليار خليه. مظبوط. اكبر حجم خليه او متوسط حجم الخليه 50 ميكرون. الدي ان ايه اللي موجود لو فرضته، اللي موجود في الخليه الواحده لو فرضته كده يوصل حجمه 2 متر في الـ في الـ في, الـ في الجين الواحد. لو جينا نسبنا ده، لو فردنا كل الدي ان ايه، شريط الدي ان ايه، لو فردناه، لو تصورنا ان احنا فردنا شريط الدي ان ايه بشكل كامل اللي موجود في خلايا الانسان كلها، هنلاقيه حركه خير الرقم 1333 مره يوصل للقمر كده بس بعد المسافه. لا مش بس كده، ده مسافته ما بين الارض والشمس قد مسافه ما بين الارض والشمس 1333 مره. يا الله يا الله. الحركه بتتكلم عليه انه ديت الشرايين، لو انا جبت الشرايين الاورده والشرايين وصلتها كلها بعضها هتلف حول الارض كلها مرتين ونص. انما لا، ده الدي ان ايه لو فرضت شريط الدي ان ايه ده هيبقى طوله مسافه الارض والشمس 1333 مره. متخيلين اللي احنا بنتكلم في الدي ان ايه ده مكون من اربع ازواج A T G C، ده مجموعه الاحرف زي الالفابيت كده، او النيوكليوتايدز اللي بتكون منها الدي ان ايه. احنا بنتكون في، احنا عندنا 3 مليار نيوكليوتايد في الدي ان ايه الواحد، في الدي ان ايه الواحد 3 مليار. لو انا اختلفت صفه، الفرق ما بينه وبين حضرتك ممكن يكون في سناب دي اللي هي سنجل نوكليوتايد بولمورفيزم، او في نوكليوتيده واحده يوصل لي ان الجين اللي طوله 1000 بسبير كويس 1000 نوكليوتيده، في نوكليوتيده واحده اختلفت خلت الصفه عندي هي موجوده وعند حضرتك موجوده، ولكن موجوده عندي مظهر وعند حضرتك مظهر ثاني. اها نفس الصفه الواحده. بل ان 99.9% من الجينات في كل الناس متشابهه، الاختلاف في 1/10 فقط. ده راجع لانه طبعا ده كان دايما بيحث العلماء ان هم يشتغلوا على ما هو كل ما هو الخاص بسنجل نوكليوتايد بولمورفيزم او النيوكليوتيدا المختلفه عن طريق ما يسمى بالمالتي سيكونس الاينمنت، او ان انا بضاهي الجينات كلها بعضها. عايز اعرف الفرق بين جين الشعر بينه وبين حضرتك، برص جيناتي وجيناتك واشوف ايه الاختلاف بينهم واعرف يبقى الجين المختلف ده هو اللي مخلي شعرك ناعم وانا شعري خشن مثلا. النيوكليوتيدا في اثنين. اوكي تعال بقى نقيس الكلام ده على النبات، بما اننا بنتكلم على نبات نفس الكلام بالظبط. انا عايز انقل صفه او عايز احسن صفه، عندي ابسط الطرق خالص ان انا لما انتجت نباتات مهندسه وراثيا او الجينيتك او الجي ام او ترانسجينيك للقطن اللي بيقاوم الحشرات، ودي واحده من اهم الحاجات المشهوره. جات الموضوع، الموضوع ازاي؟ الموضوع جاي بان انا عندي بكتيريا بتقاوم الحشره، بتنتج بروتين طبيعي جدا، بتيجي على الحشره بتعمل لها انهبيشن بالتثبيط، بتموت الحشره تماما من غير ما تدخل. طيب انا التقليد ان هم عزلوا البكتيريا دي وبداوا يرشوها، لا نقلوا بعد كده بقى نقلوا الجين المسؤول عن اللي بيكود البروتين، هذا البروتين اللي بيموت الحشره، بيموت الحشره، ونقلوه للقطن. برضو رقم صغير انه قبل ما تحصل ده كانت نسبه الخسائر اللي ناتجه من الحشرات كانت تقدر ب 100 بليون دولار سنويا على مستوى العالم. بعد الكلام ده قلت وزادت الانتاجيه ل 2.8 بليون. بعد القصه دي. طيب الناس دايما بتخاف من ايه بقى؟ الهندسه الوراثيه هي علم، كل علم ما اقدرش، مفيش علم في الدنيا اقدر اقول عليه كويس او وحش، جيد او سيء، مفيش علم في الدنيا اقدر اقول عليه كده. دايما اقول ما هي سيفتي بقى، احنا زي اخلاقيات هذا البحث، اخلاقيات البحث العلمي، تطبيقاته. ودايما المشكله مش في النظريه، دايما المشكله في التطبيق. الخلل في التطبيق لا يعني فشل الفكره. صحيح. دايما الخلل في التطبيق لا يعني فشل الفكره. فحضرتك بتقول ان انا عندي بعض النباتات المهندسه وراثيا، لا ده انا هقول لحضرتك الاكثر من كده، ان وصل انتاج النباتات المهندسه وراثيا مع مستوى العالم دلوقتي ما يقرب من 450 مليون فدان من النباتات المهندسه وراثيا، اشهرها طبعا الرز والقطن والفول والصويا
واكتر الدول اللي بتشتغل في القصه دي امريكا والارجنتين والمكسيك واليابان والصين، وبعد كده جت اليابان مؤخرا. طيب المخاوف اللي عند الناس، المخاوف من انه يكون عندي نبات مهندس وراثي ولا النبات ده مش مهندس وراثي، مخاطره الصحيه ايه؟ يكفي ان انا اقول لحضرتك حتى هذه اللحظه والشغل شغال من اكتر من ربع قرن، من اكتر من 27 سنه 28 سنه في نباتات ترانسوجينيك، واولها كانت النبات الطماطم اللي فيها نسبه اللايكوبين عاليه طبعا، والبيتا كاروتين اللي موجود اللي اتنقل للرز. وقبل ما نخش على المخاطر نقول الحته دي مهمه جدا، ان كان في دول اسيا مثلا قاره اسيا بتعتمد 90% على اكلها على الرز. طب الرز الانسان بيحتاج فيتامين ايه، فيتامين ايه ده بيحتاجه تقريبا 600 ملي جرام في اليوم لازم ياخدهم. ادى عدم وجود فيتامين ايه الى موت ملايين من البشر واصابه ملايين من البشر تاني بالعمى. صحيح. طيب الفيتامين ايه ده موجود فين؟ موجود في حاجه اسمها البيتا كاروتين. البيتا كاروتين دي مش موجوده في، موجوده في الخضار، موجوده في الجزر، موجوده بنسبه في الفلفل وفي في الطماطم انما مش موجوده في الرز مثلا. فقالوا طب خلاص احنا ننقل البيتا كاروتين دي نحطه في الرز، نحطه في الرز، يبقى اديتك العنصر. مش هغير فلسفه ولا منهج حياتك لا ولا اكلك، لا ده انا هغير لك اللي انت بتاكله هحسنه لك. فاصبح فعلا في رز ترانسوجينيك فيه البيتا كاروتين يحتوي على فيتامين ايه، وبالتالي انا حميت ملايين البشر من برافو. طيب. يعني ده في حاجات كويسه بتحصل. لو ان في مشكله، لو ان في مشكله مش كان ظهر مشاكل صحيه على الناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول؟ لا، حتى هذه اللحظه المخاوف دائما مخاوف بيئيه او مخاوف صحيه. بما ان حضرتك ذكرت الجزء الخاص بالصحه، فاحنا بنقول انه من اكتر من 27 سنه او 28 سنه وفي نباتات ترانسوجينيك، ولم يثبت حتى الان باي دليل انه في مرض سببه النباتات الترانسوجينيك. النباتات اللي هي المهندسه وراثيا دي لم يثبت حتى الان صحه الكلام ده. المخاوف دائما من الحساسيه، لكن المخاوف امتى زادت؟ زادت مثلا في موضوع جنون البقر. طيب لكن ما هي مشكله ان احنا دايما بناخد العناوين. طب ايه اللي حصل اصلا في موضوع جنون البقر؟ اللي حصل في موضوع جنون البقر ان الـ ان الـ ان الحيوان المفروض يتغذى على بروتين نباتي. حصل خلل فتغذى على بروتين حيواني. في حاجه اسمها اكوا بورنز دي موجوده على كل الخلايا، زي البادي جارد كده، زي الخلايا الحرسه. الاكوا بورنز دي بتدخل ايه؟ بتدخل هي اللي تقول ايه يدخل وايه ما يدخلش. فلقيت ان في نوع بروتين لا مش بتاعنا ده. لا ده هي باظت. باظت. هي نفسها بقى خلاص سيستم باظ. فبدا حصل تحور في البروتين، بنسموه احنا تغير في 3 دي ستراكشر بتاع البروتين، فبدا البروتين ياكل الخلايا. لكن ده مش عيب في الهندسه الوراثيه نفسها، ده عيب في تطبيقاتها في استخدامها. دي كانت حاله. دي كانت مظبوط حالة. مظبوط. لكن لما ترجع للاصل فطبعا، وبالتالي لما حصل جنون البقر طبعا هو بروتين حيواني واحنا بناكل نفس البروتين الحيواني، فبدا التاثر لانه حصل مشكله، حصل خلل في البروتين، فاتنقل لي بروتين فيه خلل، فبقى كمان اللي ياكل بقيت انا كمان وانا بتعاطى بقى عندي نفس الخلل. انما لم يثبت حتى هذه اللحظه ان في نبات واحد ترانسوجينيك او حتى حيوان عملت له، ومش لس مش بالضروره خالص ان انا استخدم الهندسه الوراثيه بس في ان انا يكون عندي نبات مهندس وراثي ولا لا. لا، القصه مش في كده، القصه في ان انا ممكن مثلا بيها اوصف في حاجه اسمها المولوكولار ماركر، اقدر احدد هو الجين اللي انا نقلته بالصف بالشكل التقليدي ده اللي كنت بستناه عشان اشوفه بالشكل المورفولوجي، كنت لازم استنى عشان اشوف مورفولوجيا يعني الصف اتنقلت ولا لا، هو الانتاج زاد ولا ما زادش، هو النبات اشتغل الصفه الصلابه اللون الصبغه بتاعت اللون دي زادت ولا ما زادتش، كنت لازم استنى مورفولوجيا. لا، انا دلوقتي مجرد ما بعمل عمليه التهجين لو انا مش عايز اخش اللي هي ابسط تطبيقات الهندسه الوراثيه، اقدر اعرف الجين ده موجود ولا مش موجود بحاجه اسمها مولوكولار ماركر. جزء من جين بنسميه احنا برايمر، بقدر اكشف هل الجين موجود ولا لا. وبقى في تكنولوجيات ثانيه زي دي ان اي باركودنج والميتا باركودنج والايزر، ما بقتش محتاج استنى النتيجه، لا خلاص انا عارف، انا اقدر اكشف وبالتالي اوفر. جميل جدا. يعني مجموعه كبيره جدا من استخدامات البيوتكنولوجي، واكيد لها علاقه كبيره جدا بالزراعه وللانتاج الحيواني والاسماك. اي شيء في الدنيا هو يعني العلم ما فيهوش مشكلة أبدا، لكن تطبيقات العلم إذا لم تكن في المكان المناسب هي دي اللي بتحصل منها مشاكل. ما عدا ذلك البيوتكنولوجي موضوع غطى حياتنا كلها، العالم كله النهارده بيستخدم الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي في إنتاج محاصيل، لأن مناسبة بقى للتربة، مناسبة إنتاجيتها أعلى. لسه الدكتور إسلام بيقول نقدر نضيف عناصر جديدة وفيتامينز على حاجات ما فيهاش هذه العناصر، يعني حاجات جميلة جدا وتطبيقات جميلة، وهو ده بقى العلم، وهي دي الحاجات المفيدة اللي المفروض نركز معاها. بشكر حضرتك جدا دكتور اسلام حب الدين الخبير الزراعي والباحث في المجال البيوتكنولوجي على هذه الفقره اللي انا شخصيا استفدت منها. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم مع فقره فنيه بامتياز عن الرحله المقدسه بعد هذا الفاصل، تابعونا.